صدى يا صدام يا صدام لا تخلينا لا ندعو عليك بدوامة. ايش حرب طاحنة رايح بس. تجربة ولا أروع في وسط هذه الطبيعة. في جزء هادي من نهر نيرتفا ويظهر أمامنا منارة المسجد والقبة الزرقاء. هذه بلدة بوسنية اسمها كونيتس. عيد برمجة لكم جديد؟ لا يغركم الأصوات، ظاهرة صوتية. هذا مكانهم من يوم ما بدينا السباق في النهر، بس لهم صوت. وحنا على مهلنا ونستمتع في تفاصيل الطبيعة. الله على جمال هذه البلدة. يا جمال الجامع. ويظهر أحد أعلى جبال البوسنة برين. هذا الجبل يقال أنه يطلع على قمته في الوقت الصح والصافي يرى إيطاليا، طبعا من خلف البحر الإدرياتيكي، الجبل اللي عليها قمة الثلج. يا فهمي بصفتك قائد الفريق، صدام نصاب ما يجدف. صدقني القيادة ضعيفة عندكم. لو أنا عندكم رميته من القارب. 3 وفي الأخير رقم 4. شباب جدفوا عشان نقدر نطلع في الضفة الأخرى. انتوا جدفوا عشان الفريق الفائز. يحق له النصر. قبل الصورة يا شباب، رأيكم في التجربة؟ ومبروك للفريق الفائز، وحظ أوفر للفريق الخاسر. وصورة. يا صباح الخير، يا صباح الطبيعة. نبدأ يومنا في زيارة مكان جميل في سراييفو، فريلو بوسنة، وتعني نبع البوسنة. من هنا اكتسبت البوسنة اسمها نسبة إلى هذا النهر، نهر البوسنة. وكالعادة من مفاجآت الطبيعة في البوسنة، ينبع هذا النهر الجميل من تحت هذه الجبال ومن هذه النقطة بالتحديد، ويجري مسافة 270 كيلو في الأراضي البوسنية. ألا تستحق أن يطلق عليها بلاد الأنهار والشلالات؟ ذكر هذا النهر باسم نهر البوسنة عن طريق العديد من الكتاب الرومان من قبل الميلاد. سبحان الله، من آلاف السنين وهو يجري ولا زال مستمر بالجريان. هذه أنهار الدنيا، كيف هي أنهار الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. المكان طبيعة خلابة، وفي مقهى جميل في إطلالة مباشرة على النهر. هذول مجموعة فاقدينهم من الجروب ووجدناهم. الظاهر ما لك نية تحرك يا ابو. صعب والله،
أجل نروح نرجع لك إن شاء الله. والله صعب فقدان الجمال هذا. كانت تحكم البلقان دولة قوية تسمى يوغوسلافيا. سقطت يوغوسلافيا مع سقوط الاتحاد السوفيتي، فأعلنت العراق الموجودة في البلقان استقلالها مثل كرواتيا وسلوفينيا وصربيا. فلما أراد البوسنيون أن يستقلوا قالوا لهم أن لكم ذلك. وفي أحد صباحات عام 92 ميلادي فوجئ سكان سراييفو بالجيش الصربي يحاصرهم من فوق هذه الجبال، معلنا عن أشرس حرب وأطول حصار في تاريخ أوروبا في العصر الحديث. قالوا لهم من اليوم ليس لكم من الزهر إلا الشوك، ومن الألوان إلا الأحمر. كان سكان سراييفو يعقدون الأمل على حلف الناتو أنه يأتي ويقصف الصرب ويخلصهم من هذا الحصار، ولكن طال الأمد. ففكروا في فكرة شبه مستحيلة، أن يحفروا نفق من المنطقة الآمنة إلى داخل سراييفو. هذه الجبال يسيطر عليها الصرب، باستثناء هذا المطار الموجود أمامي يسيطر عليه حلف الناتو. فكان فكرة المشروع أن يحفروا نفق من هذه المنطقة الآمنة إلى داخل سراييفو، فينقلوا الجرحى ويدخلوا الأدوية والأسلحة. فبدأ المشروع، فكروا في أفضل مكان ينطلق منه المشروع، فوجدوا منزل في هذا الحي. ننتقل ونشوف هذا المنزل. وجد المهندسين أنه هذا أفضل مكان يبدأ منه حفر النفق. كان المنزل لعجوز بوسنية تسمى شيدا. عرضوا عليها الأمر وافقت، ولكن بشرط أن تبقى في المنزل وتخدم الجنود حتى انتهاء المشروع. مثال مشرف على الوطنية وحب الوطن. بدأ المشروع في بيت شيدا وحفر النفق، واستمر الحفر لأكثر من 7 أشهر، لذلك يسمى نفق الأمل. إذا زرتم بيت شيدا تجدون هذه المنطقة باللون الأحمر. هنا سقطت قذيفة ومات الجنود اللي يحفرون حول المنزل. هذه أدوات الحفر اللي حفر فيها نفق الأمل، نفق الحياة في سراييفو. وهنا خارطة توضح المشروع. هذا المطار اللي كنا نصور عنده، ومن هنا بيت شيدا، من هنا بدأ الحفر عبر هذا النفق حتى داخل سراييفو لمسافة حوالي 900 متر. استمر الحفر عدة أشهر ونقل منه آلاف من الجرحى وأطنان من المؤن والأسلحة. بعد افتتاح النفق ونجاح المشروع نقلت أطنان من المؤن إلى أهالي سراييفو، ونقل الجرحى من داخل سراييفو إلى خارجها للعلاج، ونقلت الأسلحة والذخائر كي يدافعوا عن أنفسهم. هذا مدخل النفق اللي حفروا الأبطال الأشاوس. هنا سقطت قذيفة وباقية في مكانها وما انفجرت، سبحان الله، دخلت داخل الصبة. خرسانية. الآن رسميا ندخل داخل نفق الأمل، نفق الحياة، رمز النضال. إذا سرت داخل النفق لابد أنك تنحني. وهنا القضبان الحديدي اللي كانوا يدفون عليها العربات، وهذا نموذج فاتحين من النفق حوالي 15-20 متر، لكن هو طوله 900 متر. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ويستمر النفق من تحت المطار حتى. هذه صور لأبطال البوسنة اللي حفروا النفق وأعادوا الأمل وأعادوا الحياة للبوسنة ولسراييفو. بداية عملية الحفر، وهذا المنزل اللي احنا موجودين فيه. هذا التصوير ايام الحرب، هذا تصوير حقيقي لمدخل النفق اللي دخلنا منه قبل قليل. ينقلون المؤن من خارج سراييفو الى السكان المحاصرين داخل سراييفو. الجيش البوسني ينتقل لنصرة أخوانه داخل سراييفو عبر النفق. هذا النفق بعد انتهاء المشروع. وهذه البطلة شيدا في منزلها وتساعد الجنود وتسقي الجنود. مثال حي على الشرف وعلى النضال وعلى الشجاعة.
لذلك سمي نفق الأمل ونفق الحياة، لأنه أعاد الأمل لسكان البوسنة. أحد سكان هذا الحي خرج للعمل داخل سرايفه، تاركا زوجته وطفل عمره سنتين، وبدأ الحصار وما استطاع أن يعود إلى بيته. بعد نفق الأمل عاد إلى بيته ووجد زوجته وطفله عمره 5 سنوات. أعلن انتهاء الحرب وفق اتفاقية عجيبة تسمى اتفاقية دايتون، ولا زالت البوسنة تعيش تحت ظل هذه الاتفاقية. غدانا في هذا المطعم الرايق وعلى هذه الإطلالة. يا سلام على الاتيكيت يا ابو سعيد، هذه الحركة من عمي حتى من عرب الأندلس، ها؟ لا، من عرب زهران. ونعم ونعم والله. الله يسعدك يا زين. أزف الرحيل يا كاستيلو، الفراق حق ولكنه صعيب. لا يبكي يا أبو زهران، إنا بكم للاحقون إن شاء الله في القادمة، الرحلات القادمة، الرحلات القادمة. ولا ما بك، ماكو فكة يا أبو بعد، ماكو مرة نسعد بذلك من الآن وأنت جاي. الله يسعدك أبو محمد، اقتربت النهاية، سعادة اللواء. لنا وقت حر للتسوق الآن. ترام سراييفو من أقدم الترامات الموجودة في العالم وفي أوروبا، إذا شاهدته وكأنك في زمن الحرب العالمية. يوم رجعناها قالت آسفة مدريش وردتها، رجعنا الفواتير السابقة طلعت كلها لف ودوران، فانتبهوا. 100 عام وعلى هذا الجسر في سراييفو حدثت قصة قصيرة لكنها الأفظع في التاريخ. أطلق مراهق رصاصتين من مسدسه، تلاهما تسونامي دموي اجتاح العالم، ذهب ضحيته 16 مليون إنسان، 21 مليون ما بين مشوه وجريح على هذا الجسر. وباختصار انطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى حينما اغتال المراهق الصربي ولي عهد النمسا وزوجته أثناء زيارة رسمية. قصة قصيرة لكنها غيرت العالم إلى الأبد. فردت النمسا بمهاجمة صربيا واجتاحت ألمانيا بلجيكا ولوكسمبورغ، فدخلت بريطانيا في الحرب، تلاها دخول الدولة العثمانية في الحرب، وكان خطأها القاتل. دخل العالم في دوامة من الدماء لمدة 4 سنوات. وصلت نيران هذه الحرب ونزيف الدماء حتى الجزيرة العربية، لم نسلم منها. نتج عن هذه العاصفة الدموية انهيار الدولة العثمانية واختفاؤها من على الخريطة، وهزيمة ألمانيا ودخولها في كساد اقتصادي. هزيمة ألمانيا وكسادها الاقتصادي حمس الألمان كي ينتخبوا هتلر وحزبه القومي، فأوقدها هتلر حربا عالمية ثانية ولدت بسبب هذه الحرب، القنبلة الذرية ودولة إسرائيل. ألم أقل لكم إنها قصة قصيرة لكنها الأفظع في التاريخ؟ هنا مات الدنيا وولد الدنيا جديدة. هذا الجسر اللاتيني في سراييفو من أهم معالمها، وموجود هنا متحف يوثق حادثة اغتيال ولي عهد النمسا وشرارة الحرب العالمية الأولى. هذا الأكشار اللي ولع شرارة الحرب العالمية، سجن ونسوه مع الحرب في السجن إلى أن مات بالسلم.